أهلا بكم أعزائي المتابعين في قناة عالم الفن. في هذا الفيديو، الإعلامي بيان رباط درس الهندسة واحترف الإعلام وتعرف على عائلته، معلومات وحقائق لا تعرفون عنه. في الأساس هو مهندس اتصالات يبحث عن تقنيات متطورة ومعدات حديثة كفيلة بتطوير الإنتاج التلفزيوني في الشرق الأوسط. من هذا الباب دخل بيان رباط إلى التلفزيون واكتشف حبه للكاميرا وموهبته في تقديم البرامج. ولد الإعلامي بيان رباط في يوم 7 إبريل عام 1983 في العاصمة اللبنانية بيروت، وعمره بحلول عام 2020 37 عام. وهذا هو الإعلامي بيان رباط في الطفولة. درس الهندسة في الجامعة اليسوعية وتخرج عام 2002، وحاصل على ماجستير هندسة الاتصالات من جامعة القديس يوسف عام 2006. اشتهر بتقديمه برنامج منة وجر على قناة ام تي في اللبنانية، المثير لجدل بسبب انتقاده للمشاهير وايضا من انتاجه. احتفل الإعلامي بيان رباط بزواجه في أغسطس عام 2015 من جنى دوماني، وهي من خارج الوسط الفني، بحضور حشد كبير من الأهل والأصدقاء ووجوه معروفة من أهل الصحافة والإعلام والمجتمع، ورزق منها بابنته الكبرى في نوفمبر عام 2016 تدعى أودري، وابنه الثاني في 11 من فبراير عام 2020 يدعى ليام. وهذا هو الإعلامي بيان رباط وزوجته وأولاده. وهذه صورة عائلية مع والدته وزوجته وشقيقته. ودخل مجال الإعلام من خلال المشاركة في تقديم برنامج روتانا كافيه عبر شاشة روتانا في العام 2002، وتوجه بعد ذلك إلى دبي، لكن رئيس مجلس إدارة روتانا في ذلك الوقت ميشيل المر طلب منه البقاء، وكان يعمل آنذاك في استوديو فيزيون وفي قناة روتانا موسيقى، وكان المر يحضر لعودة ام تي في إلى البث، وكان مسؤولا عن إجراء الأبحاث في مجال التطوير التكنولوجي، ومسؤولا عن اختيار الكاميرات والمعدات للمحطة العائدة. واكتسب خبرة من خلال فترة تدريبه خضع لها في القسم التقني في استوديوهات راديو فرنس، وذلك في عام 2005 خلال دراسته الجامعية. ومن هنا بدأت علاقته بقسم التطوير في المحطة، وبعدها عمل في إعداد برامج منوعة، واكبت إعادة إطلاق شاشة الام تي في اللبنانية، وقدم برنامج لوج إن، وبعده برنامج من الآخر، وتولى إنتاج برنامج مين قال الذي عرض قبل نشرة الأخبار المسائية، وبرنامج ترك علينا على قناة ام تي في اللبنانية. ويشغل الإعلامي بيان رباط منصب مدير تطوير الأعمال في شركة استوديو فيوجن في لبنان عام 2015. وهذه شقيقته بيان رباط. والجدير بالذكر أن الإعلامي بيان رباط كان قد خسر منذ أشهر قليلة شقيقته بيان رباط التي تبلغ من العمر 40 عاما، وقد غاب لفترة عن تقديم برنامج منة وجر. وشقيقة الإعلامي بيان رباط مطلقة وتعيش في دبي مع والديها، وصلت إلى النادي لممارسة الرياضة فشعرت بألم شديد في معدتها فسقطت على الأرض بعد أن توقفت عضلة القلب عن العمل. والإعلامي بيان رباط من هوايته تربية الكلاب.
وأوضح الإعلامي بيان رباط أن جمهور منا وجار هو جمهور مختلف عن باقي البرامج، فهو جمهور ديناميكي وعصري كما أنه مواكب للعصر، وقد أكد أن عصر التلفزيون لم ينتهي. وفي هذا السياق أضاف: نحن نسافر إلى مؤتمرات تعنى بالشؤون الإعلامية، كما أن لمؤسسة الأم تي في قسم للأبحاث والتطوير. اليوم نعيش عصر المضمون، فهو الأهم في المادة الإعلامية المقدمة للناس. وأما طريقة تقديم المادة فيجب أن تكون مواكبة للتطور التكنولوجي. الناس بحاجة إلى مشاهدة البرامج والمسلسلات من كل الأنواع. ويضيف الإعلامي بيان رباط: كوني المسؤول عن استخدام وابتكار الأفكار الجديدة في المحطة، أسافر وأتابع كل جديد على صعيد البرامج في أوروبا. نشتري حقوق برامج ونلبنن الأفكار ونطورها ونبيعها أو نعرضها. وأتابع الشاشات الفرنسية وأحترم حقوق الملكية الفكرية. أجد أنه من المعيب تقليد الأفكار أو سرقتها. أعجبتني فكرة برنامج تلفزيوني فرنسي ساخر وموضوعي، واشترينا الفكرة وأصبح منا وجر. ويتولى الإعلامي بيان رباط إنتاج البرنامج أيضا، وينظم اجتماعا أسبوعيا لدراسة مواضيع الحلقة وإجراء تحليل دقيق. ويرفض رباط أن يكون قوام البرنامج السخرية بمعناها السلبي. لا نسخر من البرامج، هناك فقرة محددة اسمها رادار. ونرصد الأخطاء عبر الشاشات، وعليه نضحك ونتفاعل. ولهذه الفقرة سلبيات وإيجابيات، فعندما نضيع على أخطاء معينة قد نشجع على تصحيحها. الفقرات عديدة في البرنامج، منها شفنا وما شفنا ومش مسموح وشورى عليك. ويشدد الإعلامي بيان رباط على أن صيغة البرنامج نقدية. نحن لا نكتب مقالا من وجهة نظر واحدة. في كل حلقة يوجد 6 أشخاص، كل خبير في مجاله. أتابع كل الملاحظات حول البرنامج، لكنني لا أبالي بالصحافة الصفراء. ويعتبر الإعلامي بيان رباط أن اختيار البث المباشر للبرنامج هو تحدي جديد يخوضه. أحب التحديات، لكن الحلقات المسجلة لم تكن تخضع للرقابة، وكانت بمثابة تمرين للبث المباشر. ولم نغير آراءنا حين أصبحنا على الهواء مباشرة، لا من حيث الطاقة لكل شخص في البرنامج، ولا حتى من حيث إطلاق النكات. أردنا أن يكون التفاعل مباشرا مع البرنامج، وانطلقنا في هذا التحدي. ووجد أن هناك فكرة جيدة لكنها تتطلب المزيد من الجهد، معتبرا أن طبيعة لهونو بس تغيرت ولا يمكن تصنيفه. ويختم الإعلامي بيان رباط بالقول إن طموحه على الشاشة يتمثل في تقديم ما هو جديد، وأن أكون الأول في طرح الأفكار بعيدا من الشاشة. يعرف كثيرون أنني رائد في عملي وعلاقاتي. ومتى يودع الشاشة؟ فيجيب الإعلامي بيان رباط: حين لا أجد جديدا أقدمه ودع الشاشة. لم أصل إلى القمة بعد، لست بطلا وطموحاتي كثيرة. لا أصفق لنفسي، أقول بعد كل حلقة إنه كان من الممكن أن نقدم أفضل. وفي نهاية الفيديو، إذا عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلك كل جديد لدينا.